الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المواطنون والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم بداية السنة المالية القادمة 1439-1438، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة في معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط ما أثر على بلادنا. وقد ساعدت الدولة في التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما اضطرنا إلى تخيشه من أهداف. أيها الأخوة والأخوات، إن اقتصادنا بفضل الله متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وهذه نتيجة اتباع توفيق الله للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة. ونحن عاقدون العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا رؤية المملكة 2030 وبرامج التنفيذية ووفق رؤية صلاحية شاملة، من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، لتكون قادرة بإذن الله تعالى على مواجهة التحديات وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي. إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية نتمكن بحول الله من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرصة للجميع من خلال تكوين وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على إنجاز ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة. وقد سعينا من خلال هذه الميزانية برامجنا لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة، وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي والإجمالي. نحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز بعون الله، ثم بدعم مواطني بلدنا الأوفياء لتحقيق الرفاه والاقتصاد المنشود. ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة، بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. نسأل الله أن تكون ميزانية بخير وبركة ونماء وبركة للوطن والمواطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.